هي 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 يا يوم ما غدم هيرتي إسلام وأنا خيالها واشري لها زرجين جديد ريشان نعام اكديلها يا يوم ما غدم هيرتي إسلام وأنا خيالها واشري لها زرجين جديد ريشان نعام اكديلها هي هي البارحة حين العصر شفت لبنية واردة يا خدها مثل القمر ماشية غزال شاردة والبارحة حين العصر شفت لبنية واردة يا خدها مثل القمر ماشية غزال والبارحة حين المنام اطمأت على يا ديرتي يا ديرتي جنة نعيم فيها أهلي وعشيرتي يا هلا البيت يلي بالبيت يا خير السلام عليكم وعليكم السلام وين أهل البيت؟ اللي فيه كافيه وش اللي تريده يا وجه الخير؟ ما فيه رجال؟ إن شاء الله يجوا حنا بانتظار أخوي أنا رجل على سفر وريق ناشف من الظما الميه واجده اريد اشرب وهالمطره تعبيها يا بنت الاجواد زين تفضل الحمد والشكر لله بل هنا وقلت العنا الله يهنيك بالأمان وطاعة الرحمن ويبعد عنك كل بلا وشيطان تفضل فوت يا وجه الخير فوت وما لحنا ما فوت بيت ما فيه رجال بخاطرك مع السلامة يا وجه الخير ويش نسيت بعد ما مضيت نسيت مطرتي وقلبي هذه المطرة والقلوب عند بعضها ويش العهد اللي بيننا عهد الله وأمان الله والبايق يبلاها الله خاطرك
من الرجل اللي طالع يا نجم. عابر سبيل يا أخوي، مضايق الظما ومزقيته الماء وعبيت له الجود قبل ما تعود. إيه ضيف يجينا وما يفوت، واجب علينا نكرمه ونطعمه. عيت فيه يا أخوي، قال ما فوت بيت رجال ما فيه. أنا نادي له بالصوت يرجع يفوت. تعمل زين يا أخوي. يا أبو رشيدة، أبو رشيدة وجه الخير. بخير، وش تريد يا وجه الخير؟ جيرت الله محمد رسول الله، إن أنت ناهو المعاناة، إن غير تعود لما تاخذ قيمتك وحشمتك. افلح افلح، ترى الفلاح ما يرد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالعون إني قابل إن دعوتك. يا هلا بيك، يا مرحبا. نسأل الله الفلاح ومنه نطلب النجاح. يا هلا يا مرحبا، هلا بيك. بالمهلي. بالمهلي. اسرع يا نجم، اصنعي له عربود وطعام. بالحال يا اخوي، ولك هوا جاهز. يا هلا بالضيف، يا هلا بالضيف، بعرف انه من غير عرف. يا هلا بيك. ومن ما مشيت حتى لفيت، وحنا يا وجه الخير انت شرف اذا تعرف. انا يا طويل العمر سويح من عرب ابن غبيشه، بوجهي لديرة الشيخ مهيد. يا هلا بيك ومرحبا، أنا سويلم بن عجل. سويلم بن عجل؟ هي بلعون يا طويل العمر. وش اللي وصلك لهالحال وانت الشيخ المعروف؟ قهر الرجال يا صويح، عيال عمي قاموا علينا وذبح أبوي وخذ الشيخة مني وطردوني. الله يعوض عليك على كل هذا الزمان، يوم لك ويوم عليك، واصبر على قدر الله. هالدنيا زايلة، لكن خذ اشرب القهوة. قهوتك على راسي وعيني، لكن يا طويل العمر ما اشربها الا لما تعطيني. الله من جهة دلبلة يا ستار. كل خير ان شاء الله. ابشر باللي جيت به اذا اقدر عليه. رجل مثلك يشرفنا كون قريب منه. توكل على الله واشرب قهوتك، واختي نجم جتك هدية عطية بسنة الله ورسوله. وانا قبلت. اشرب القهوة. الفاتحة على هذا الكلام. بسم الله. إن شاء الله وأنا راجع من عند الشيخ مهيد أعرج عليك وأخذ الأمانة اللي عنديكم. يا هلا يا هلا بيك يا صويح. تحيه يا خدها
وي من شافها جسمه يا يفني وين اللي ما الناس ما يرضي ياخذ عشيره ما يفل بيتنا عشيره ما يفل بيتنا واجب علينا ومفروضي ايني جاي بهرا وكلنا ميتنا واجب علينا لو كلنا متنا سلم الله اسمك سلم الله اسمك سلم اسمك سلم اسمك تدري انك خليت فتنة ببالي وسريت عن حالي؟ بلعون يا شيخ، انا اريد رضاك وانبساطك. زين، اللي عندك سمعناه، اريد نشوف الرمل عند عقاص، مالشي بيه اخبار ان بجمع الشمل. اي بلعون يا عمي، مالك غير عقاص، قوم فرح عم ابو عنان. اي بالحال يا عمي. اي بلعون يا عمي، علوم السلامه والاخبار الزينه، انا شفت النجمه مقربه من الهلال البارحه، وان شاء الله يجيك اللي في بالك. ان شاء الله. اريد اخبار فتنه. اي لازم تجي ولو كان بضرب الرصاص. اي بالحال يا عمي. اي اشوف خطوط طالعه وخطوط طايحه، واشوف 30 قط بالخط. بلا خط بلا نقط بلا. اريد اخبار فتنه بلا خط بلا نقط. بلعون يا ابو علان، حظك شط. اي الى خلي القرد براسك. اقعد يا عمي، وانا واش ذنبي هذا اللي يقول الرمل؟ الرمل يا عقاص ولا تريد تسلم؟ طريق الانجاز، طريق الانجاز. سلامتك يا ابوي. الله يسلمك يا ابوه ويرضى عليك ويطول عمرك. هلا ابو مسعد. اهلا. خذ يا ابو مسعد، فورت لك شويه بعثران وشيح وقصو. الله يا ابو مسعد، اشوف انها منيتي دنت وما عاد ينفع معي لا طب ولا دواء. بعد عمر طويل ان شاء الله. بعيد الشر عنك يا ابو سعد. ماشي تشوفوا شر ان شاء الله. اشرب يا ابوي، علينا الدواء وعلى الله يشفى. وهي على رايك يا ابو سعد. يا صح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سعد. نعم. يا ابوي، اريدك تنحر للديره اللي بيها بير ابن سريش. لويش يا ام سعد لويش؟ يقولون ميته للمريض هو بهوى، ولا يشرب منه يطيب مهما كان المرض غريب. زين ما يخالف. بالحال وعندي عزم من ابوي ومنك. الله يعزك. امي جهزي القرب وانا جهز ركوبه. ايه يا عمه، اشوفك حاضرة الجسم وغايبة الذهن. وايش تقصد يا مزلوم؟ اشوف الحبيب ما جاع القليب. يا مزلوم، خلي القليب بهمه ينهض بدمه، خذ مية للربع وخليك معاهم، ودير بالك يصير فينا مثل هاك المرة. لا تخافي، حنا جاهزين وحوالى البير موزعين، ما حد يقدر يجينا ولا يقرب علينا.
عفي عليك يا مزلوم، خذ المية وروح، أريد أقعد لوحدي على القليب شوية. بالحال بالحال يا عمتي. إيه يا الله. الله يصبحك بالخير. صباح الخير. يا فتنة، وانت تملين انا اسألك وانت اعطين، ودي حبها من الخدين منع المية شفقان. هذه الحبة مثل الروح، طلابة يغدي مذبوح، حولنا بزر يجوح، يذبح القلب الولهان. ما شفتوا لا شفوني، وانا احلف لك يا عيوني، ما بيني وبينك دوني، ولا وسواس ولا شيطان. الحب بغير حقها خيانة، وهي لصاحبها أمانة، كل منا في مجانة حتى يقسم الرحمن. الله يجمعني قريب مع الحبيب. القلوب شواهي، وانا على هذا الكلام عاهد. لكن وش موقف ابوك؟ ابوي؟ ابوي ما عنده خبر، والطولة كشافة، ولنعرف ان شاء الله ما يزعل. ايه ان شاء الله. ايه ها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا مرحب. يا هلا مرحب. يا هلا يا هلا براع الغزالة. وش أخبارك يا مزلوم؟ إيه أخبار زينة، إن شاء الله تكون انسريت. شفت هالوجوه تبعد عن التايه التوخ. إن شاء الله غير تصبح جارنا وتاخذ اللي تحبه من ديارنا. وش اللي تقوله يا مزلوم؟ إيه ما أقول إلا الخير. أسر عندي بير ما له قرار، طمني بالك. وانت يا سعد خذ راحتك، ما أقول إلا الخير بساحتك. الله يخليك ويرضى عليك. ربي يجمع شملنا عن قريب مع الحبيب، وتكون حياتكم أحلى من التمر والعسل والزبيب. أمين أمين يا رب العالمين. إيه سعد يا عمرك. صيدتك مرغوبة عند كل الشيوخ والأجواد، لا تروح من إيدك. الله يجيب اللي فيه الخير، وأنا أضبط لك الأمور عند عمي الشيخ مهيد، لكن لا تنساني. أنا أعطيك عهد رجال، ما هو كلام عيال. يا مزلوم. إيه هيا للرحيل، يلا نعود، هذا أنا لاحق. بالحال بالحال يا عمتي، بخاطرك يا سعد. مع السلامة مزلوم. لا تنساني. فتنة، ترى أترك معاك قلبي أمانة. اللي عندك عندينا. بخاطرك. مع السلامة. تفضل تفضل. مزلوق من متى حنا نكتف ضيوفنا اللي يجونا؟
خير؟ أنا يا عمي يا طويل العمر، أنا جيت ناصيك، وهذا نصرت أمانة بين يديك وجماعتك، وولهم هذا اغدروني وشتفوني وهانوني. بلعون يا عمي، حنا يوم شفناه قلنا هذا دوار ردية مثل ما كان خويه، وما قال انه ناصي. يا ويلي من الله، يا ويلي من الله، ان الخطأ غير مقصود. قوم يا مسلوه، انت عليك تراضيه وحنا علينا نهديه. بالحال يا عمي. لا تواخذني، انا اخطيت ومنك السماح يا طويل العمر. الله يسامحك دنيا واخرة. وهديتك تجيك. بلعون انك شفيت ووفيت يا طويل العمر. ان كان النجور عليك حنا نحميك. اتغيبش على قهوة. بالحال يا عمي بالحال. هذا قهوة. قهوة. والحين وصلت وامنت، وايش اللي تريده؟ اللي اريده يا طويل العمر ما هو لروحي، وانا عارف انه صعب، لكن قال ويش اللي لزك على المر؟ قال اللي مر منه. العطا يكون للقبيل المعروف اللي ما يجي من وراه متلوف. أنا يا طويل العمر صويحب شوير بن غبيشة. صويحب؟ أنت صويحب اللي خذ ابن غبيشة الشيخة منك بعد ما مات أبوك الله يرحمه؟ على كل حال بسيطة، ايش اللي تريده؟ وايش اللي جايبي؟ اللي اريده يا طويل العمر تراه لابن غبيشة ما هو لي. ابن غبيشة؟ وايش يريد ابن غبيشة من الشيخ مهيد؟ يريد القرب وقصر الدرب. ايه، اللي يريد القرب وقصر الدرب ما يسلك طريق الحرب. مطلب ابن غبيشة غريب عجيب، لا هو بالشارب ولا هو بالوارد. انت خير وتغير يا طويل العمر. زين يا صويحب، صويحب كيف اعطي مهيرة الواحد ما هو خيالها؟ رجال ختيار اللي بيننا وبينه الدم والهم، الحين يريد القرب منه وبعماله الشينة يفرق بيننا وبينه. شبانة، حنا ما نذم الناس. ابن غبيشة ماله عندنا نصيب لا من بعيد ولا قريب. ما على الرسول إلا البلاغ، وانا ترخص لي يا طويل العمر اريد انحر ديرة اهلي. بعد ما تاخذ قيمتك وحشيمتك. بلعون انك شفيت ووفيت وما اريد الا سلامتك. ولا بد الديار طلبت اهلها وخاف انها توخر. مزلوه. نعم يا عمي. جهز طعام وزهاب، وحط بخرج ركوب تضيف اللي يكفيه حتى يصل ديرته وعشيرته. بالحال يا عمي. صويحب، انت بوجهي، ما دمت بديرتي انت بجيرتي. والله يا جواد، بالاول قالوا ابن جربوع لا نرجع له لا شعره ولو بره، والله عقب ما خذيت معهم بالحديث واعطيت قالوا نرد لكم خبر. هي
إن شاء الله خبر زين. تراني ناصيك يا ابن دويلان وريد حقي. ما يضيع حقه وراه مطالب يا ابن الحلال، توكل على الله، توكل على الله. لا إله إلا الله. ابن جربوع الصبر زين، حنا وراهم وراهم. وإن ما حادوا عن الراية الأول. أي الحق بيننا وبينهم. الحق؟ اي الحق. يا ابن جربوع، يا ابن جربوع طال عمرك، حنا طرقنا عندهم الباب وننتظر منهم الجواب. اذا كان خير هذا هو احسن وخير، واذا كان هم لو والله عصوا وقالوا ما له عندنا شيء. اي هذه بسيطه، لها 100 باب وجواب. ملعون ما لها غير انت يا ابو ثامر. توكل على الله يا ابن جربوع. بلعون باكر ان شاء الله هتوجه عليهم. عداد، الهدية تعطيها لمزلوه من ايدك ليدو، وقول له سعد يسلم عليك. يا سعد يا ولد عمي، يا ريتك تريحني من المهمة اللي شايفها على قلبي مثل الغمة. وليه يا عداد؟ وليه انت يا سعد ترسل كل هالمال لمزلوه؟ مثل ما قلت لك، مزلوه ستر ما شاف علينا، هو اللي ضبط كل الأمور من أولها لآخرها. على كل حال الله يهديك وللخير يجديك. أنا أحبك، لكن صحبتك لمزلوه مثل عمل عين. إيه عين خير، مزلوه رجل طيب، والمثل يقول أرسل لبيب ولا توصي، وانت مرسالي يا عداد. على فيض الكريم يا سعد، مو عجز مني لكن شكي بمزلوه ظني. أي خير، أريد أفوت الحين للتعليلة وما أريد أوصيك، توكل بالله. على بركة الله. في أمان الله. خذ يا ابن، خذ اشرب. هذا من الميخ اللي جبناها من بير ابن سريج. اي اشت استلبديك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. فيها شفان ان شاء الله. الله يشفيك. الله يهنيك والجميع. الله يهني الجميع ويرحم والدينا ووالديك. تشوف يا تشوف يا ورجيك يا بعيد. تشوف انت السهل جوي ورجيك. عليكم السلام. تشوف السلام عليكم. وعليكم السلام. اقعدوا خلينا نفهم وش السالفه. احيا الله صدرك. وش فيه يا شهير؟ انا بالله ثم بيك. وصلت من الرجل اللي كذبني وعذبني. لا 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 لا، وانت وش بلاك يا محيط؟ وانا بالله ثم بيك من الكذاب. أيه؟ من الكذاب اللي دفن لقيته بالتراب. صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. لا بالله العلي. اي وش تقول يا شهير؟ وانت اذكر الله يا ابو سعد. لا اله الا الله محمد رسول الله. اي وانا ارعى اليوم الصبح بشويهاتي مريت بوادي الشيح، هبت نسمة ريح، سمع الصوت خشخشة مثل الوشوشة. اي لديت وان اشوف درع من حديد، ما تقول غير طالع من مصنعه جديد. اي طب افرحت. اي ودفنت الدرع بالتراب. اي وقلت بالليل اعود واجهز الناقة وحمله. واليوم سالفت السالفة لهالرجل، قال لي سالفتك ما هي صحيحة ولا تقبل النصيحة، اريد حقي منه. وش رايك باللي سمعت يا محيط؟ هالرجل قال لي انه لقى درع ما في منه بالعربان ولا مثله بالبدوان. اي وهذه سالفة غريبة ما تقدر نصدقها، رجل كذب علي واستخف بي، وانا يا عمي اريد حقي منه اليوم. انا ما كذبت، كف لسانك. على كل حال حنا عند كبيرنا، ولا حضر الامام بطل الكلام يا شعيب. يبا يا سعد. نعم يا ابوي. الله ينعم عليك ويرضى عليك. اقب ما نسمع القصيده من الشاعر. ها نعم. تاخذ شحيط ومعيط وتاخذ معاكم ثلاثة من رجال العشيرة
وتروحون المكان اللي يقولون عنه وتدورون الدرع، واللي لقيتوه تجيبوه لنا. ها عين خير يا ولد. صباح الخير يا عم ابو عنان. لك هوا على النار يا عمي. الغليون وين صواحب؟ على النار يا عمي. صواحب علمك يا عم ابو عنان. مالك هوا على النار يا عمي. وين صواحب؟ الغايب علمه معه يا عمي. فتنه اخبار واخبار فتنه، وين وصلت؟ علمك يا عم ابو عنان. اقعد اقعد. عليك مهيد يوافق لي على فتنه؟ اي هي ما انا بقلبه يا عمي. مهيد قتل الصواحب يا جحيش. انت وش تقول؟ ها انا اقول يا عمي انه انظرك ابعد من نظرنا. الصواحب انقتل قتل ليه؟ هذا مو شغلك. انقتل يعني انقتل. مثل ما تقول يا عمي، انقتل يعني انقتل. ما دام صويحب انقتل وراح وفتنة ما نحصل عليها غير بالصياح وضرب الرصاص. تريد الصحيح يا شعيط؟ ايه يا شيخ. اللي باحت بسرك وعلمت محيط بالدرع حريمتك. اخرس اقطع لسانك. اللي يحكي على الناس عندك ما تسلم منه، يحكي عليك عند الناس. امرك يا عمي امرك. احنا نتكلم عن طلبته والفتنة، ما نذم بوصايفه ولا نقدح بحوايفه. أنا قهاية تغيمش. بالحال يا عمي. أنا قلت تغيمش. بالحال يا عمي. قال يريد فتنة لأنها تبور وبالعربان تدور ما يفرح فيها. يا نجم وين نجم في شيء يا مزلوه؟ ابدا يا ستي، بس اريد اطمن اذا كنتوا منسجمين. روح يا مزلوه لا يجي ناس. لا تخافي، لكن اشوف يمكن نسيتونا. سعد لا تنساني. انا ما انساك ويجيك كل اللي بهواك. روح يا مزلوه ودير بالك، وعلي عند ابوي تحسين حالك. بالحال يا عمتي. سعد لا تنساني. فتنة زينة زماني، عيونك سهم رماني، لا تثقل علي. يا هنيال صاحبها بحق الله وسنة رسول الله، وش عندك غير هذا؟ عندي كثير، لو أظل أحكي ليل ونهار شعر ونثر ما أحوى أوصافك الزينة. قول نريد نسمع. يا فتنة شيل اللثام، تشيلي عن قلب الحساب، من شوفك ما أقدر أنام، يمك ذيلة مرخية. لكن أريدك تفهمني. وإيش اللي تريد تفهمه يا أبو برنس؟ تنفيذ الحكم في عربكم،
واريدك تسلم لي على ابوك كثير سلام، وله مني الف تحيه وكرام. يصل يصل ان شاء الله يا ابو برنس. والله كلام ما فيه نقص ولا عليه ملام. والحين ترخص لنا. ايه حلا لازم نشوفكم ولا يمكن نعوفكم. القلوب شواهد يا ابو برنس. يلا يا جزاك الله خير يا ابو برنس. هلا جزاك الله خير. هلا ومرحبا. الله مع السلامه يا سعد. الله يسلمك يا ابو برنس. مع السلامه. خذك يا شباب. مع السلامة. هي ساعة. بصركم شوي. يا مزلوح ودع الضيوف. بالحال يا عمي. امان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوت جاي. دايم بلا فراح والليالي الملاح، وانت متريح من عيال الحرام اللي لا يناموا ولا يخلوا الناس تنام. عيال الحرام من هم هذول؟ خير ان شاء الله. هذولا اللي كل ما قعدوا عند الشيخ مهيب فوق سيار تحت سيار، كانهم منغيظهم عليك في قلوبهم نار. الله يريتهم بالنار اللي تلسعهم على قلوبهم. ولول الله ما جابني الشان لا خلو لك ولا بقولك. وي 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 أبو طبر يا شايب، سيرتهم بسوا سيار وما فيه غير سيار. مزلوه ما يحث عليك غير المنغاض منك، لكن ويش قالوا؟ هي قالوا إنك ودك تاخذ الشيخ من الشيخ مهي. اللي ما له أب له رب، وفي رب منتقم ينتقم من كل فتان وشيطان. اطمن يا طويل العمر، طالما أنا موجود ما يقدروا يقربوا ساحتك. وليه؟ لأني أقنع الشيخ بعكس اللي يقولوه. وكيف هذاك النهار ركضت تسابق الريح تريد تطردني من مجلس الشيخ؟ يا طويل العمر، هذه أوامر الشيخ. صدقني صدقني يا سيار، مثل اللي جرني على وجهه بالنار. لولا قلبي ما يحبك لشان ما أجي لك وأسولف لك باللي يقولوها عليك عند الشيخ مهي. اسمع، اللي يحسي عندك على الناس يحسي عليك عند الناس. هذا ما ينطبق علي تجاهك. وكاد وكاد، لأنه كل قاعدة ولها شواذ. قم قم قم. السلام عليكم. شواذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام. يا هلا يا الرجال. يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا برجال. يا هلا بيهم. الله يمس الجميع بالخير. يا مساء الله يمسيك من ورا النبي. ايوه يا سعد، وايش سويتوا؟ الشيخ مهيد حكم لمعيط ياخذ من شعيط 3 قضبات على شرط تكون بحضورك وحضوري وحضور الشهود كلهم. أي زين.
يا عم ابو سعد. اي انا داخل على الله ثم عليك، لان معيط طلب مني 3 قضبات ما يظل عندي شيء ينخرب بيتي. شوف يا شعير، حكم القاضي لابد من تنفيذه، وانتم يا رجال الحاضر علم الغايب، باشر كلكم تحضرون تنفيذ الحكم ببيت شعير. اي هو بيت يا عم؟ ما هي عريش من سعف النخل؟ قلت لك ما اريد كثر هرج، مثل ما اقول لك تساوي وبس. انا يا عم ابو سعد اريد اخذ حقي طال عمرك. هي يا معيط باكر تاخذ حقك بكرب دلوك. يا الله الله يا غيث ينصرك ويذل اعداك وينجح حظك. يا خراب بيتي. اللي وده يقعد مع الرجال وده يقلل من كثرة الهرج والقيل والقال يا شعيط. تريد تضحكهم ضحكوا عليك. اي هذا حصيد لسانك يا شعيط. وانت يبا يا الشاعر وش عندك شي تقوله لنا الليلة؟ اي بالله عندك صيدة اريد اسمعك اياها يا طويل العمر. عشت ابوي عشت. يا مل قلب تالي الليل سهران سهران ولاصبح خريب البيت ضيق مجالي. ايوه واصبحت انا بالقلب والنفس بلشان، ضاق المجال وصار همي بحالي. همي بحالي اسباب من بانت هروجه بهتان، بياع حظه برخص المال غالي. الله يعدينا شر اللي لسانه سنه الرمح طعان، ياخذك بالغرات زين المقالي. زين المقالي طفل عشقته ما يوصف كمزان. أيه. كامل الوصفين ستر وجمالي. وجمالي والله ما عرفه يا قابلين الايمان، ايضا ولا بالموده حتالي. حتالي والله انا الذي حبيت بدون برهان، وحب الشرف ما بيه هرج ومقالي، حلفت منساه لو راعي الحب الشان، ولا حط له بقص الضماير مجالي. وسلامة الله. الله يعطيك العافيه. تسلم يا الله يسلم ضمك. لا انت والجميع يا رجال. والله انا شايف حالي ما انا زوين، ويبا يا سعد الجرح رجع يا لبني. قوم ارتاح. ارخصوا لي يا رجال. سلامتك يا عمي. سلامتك يا ابو سعد. يلا سلام. وحنا حنا يا شيخ سعد تسمح لنا. لا بار الله. لا بار الله. يلا سلام هشام. مع السلامه هشام. اقعد يا عبد الله اقعد. اي قاعده. اسمع اريدك تجهز 5 انياق وتاخذهن لمزلوه وتعطيهن له من ايدك ليده. بس يا سعد انا قلبي من مزلوه ما هو مطمن ولا رجيلك منه الفلاح. وحد الله لا إله إلا الله. هاك الليلة قضينا تعليله من أحسن ما يكون بعمري. زين بس وتدفن ويش اللي يخليه مزلوه يحط خشمه بين الحبيب وحبيبته؟ إيه هو اللي يضبط كل الأمور. على كل حال يا سعد الرأي رأيك اللي تشوف. أنا ثقتي بيك وأريد أوديك. إيه على بركة الله. توكل توكل. Hey.
الروح حين العاصف شفت لبناي يا والدة يا خدها مملى القمر مشية غزال شاردة والبارحة حين المنام فطنت علي يا ديرتي يا ديرتي جنة نعيم فيها